وعينيك حلوة. ايه ده؟ انت عينيك عسلية؟ عسلي؟ مش عارف، امي كانت دايما تقول لي انها كحلي او طوبي، بس انا ما بركزش في الحاجات دي. كحلي؟ ايه دي؟ دي بيتزا بالسي فود تستاهل بقك يا روري. ثانية واحدة، في الفطورة فاتورة ايه بس يا رمضان؟ انا حاسبك انا عازمك. علي الطلاق بالتلاتة، إن ما جبت الفطورة لطلقك وارميكي في الشارع لكلاب السكك تنهش في لحمك. هتبت! احنا مش خلاص بقينا شخص واحد يا رمضان؟ لا يا اختي شخصين، وطول ما اني عايش انا راجل البيت دي وانا اللي اصرف، اما اموت ابقى اصرف انت، فاهمه ولا لا؟ اهدي نهار اسود منيل، 126 جنيه وانا اللي خلاني تبت في الرجوله كده وحلفت عليها طلاق ونقي لما كانت دفعت وانتهينا، ما هي مراتي. لا ارجع يا رمضان، والله ما تدفع تعريفي. تدفع ايه؟ احنا نموت احسن. ايصال اماني، استلمت انا المدعو رمضان مبروك ابو العمين حموده مبلغ 126 جنيه. و20 جنيه بتوع ايه يا اختي؟ تبس. لا بقشيش بمزاجك يا اختي، انا بدفع اللي انا هدفعه انا ومراتي. ايوه ماليش دعوه بالتبس، وهذا ايصال امانه علي. رمضان خدي يا بنتي حقك معاك يا بنت الناس، وما تعملهاش تاني. وبعد كده الطبيخ في البيت، مفيش اكل يجي من بره. 126 جنيه، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يا اختي انا باكل كده، هاكلها بالكرتونه بتاعتي. سيبي السله انت في دور مصمصي 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 لحد ما راجل البيت ياكل، بعد كده تشوفوا حاجه تاكلوها انتوا. عندنا الحريم بتاكل لما الراجل بيموت. طرف الهوا الشكي وانت ما تدراش يا جدع، طرف شاولني شاولني عليه حب الهوا ماشي حب الهوا ماشي. ألف شكر، ألف شكر، شكراً على حسن الاستقبال والحفاوة الجميلة دهياً. وإن شاء الله يعني عقبال ما تتخرجوا كده من كلياتكم وكل واحد فيكم يكمل نص دينه. بس أنا زعلان منك قوي يا أستاذ رمضان. في إيه يا رمزي؟ يعني تتجوز كده سكتي ولا تقول لنا ولا تعزمنا، ده هنشرفك برضه. وبعدين عروسة مش غريبة قوي علينا يعني. يعني ايه يا اخويا مش غريبة عليكم؟ خلاص يا سيدي، كفاية اللي انتوا عملتوه، انتوا قمتوا بالواجب وزيادة. انما في سؤال عندي يا استاذ رمضان. لو في المنهج قولوا، بره المنهج ما تقولوش. نو نو ريلي، مش في المنهج قوي، بس كلنا عايزين نعرف اجابته. ايه هو؟ هي نوجة تبطل ولا لسه شغالة؟ يا راجل انت تبطل ايه؟ شكلها كده الاستاذ هو اللي هيبطل. اسمع يا جاسم انت وهو. اي واحد هيتطاول هفرجه معامه، واي كلمه بره المنهج مش مسموح بيها، فاهمين ولا لا؟ كل واحد يطلع كتابه قدام منه. يلا يا بهم انت وهو. خير يا شوقي، جاي في ايه؟ خير ان شاء الله. هو في الحقيقه يعني طالما بدات كلامك بالحقيقه تبقى بتكذب. ده حقيقي، انما بصراحه انا في الواقع في الواقع عايز... كمان دي كملت. ارغي يا شوقي، انا مش فضيلك، عندي كراريس عايز اصححها. بالنسبه لنجلاء يعني. نجلاء مين؟ نجلاء مغاطك. مراتي ما اسمهاش نجلاء، مراتي اسمها تفاح الزحلاوي، النمره غلط. اسمع بقى يا استاذ رمضان، نجلاء ماضي عقود ولازم تنفذها، افراح وحفلات غير شريط كاسيت، والمنتج ممضيها شرط جزائي لو ما نفذتش العقد. هاتي ورقه وقلم من جوه يا بنت هتفيدي. هو كام يا اخويا الشرط الجزائي؟ كام؟ ياما يا امي يا مصر يمين بالله جاي ونفسي في الحمام. رمضان تو ما افتكرت ان لك ام، اني زعلان اني موصياك تقوم اول ما توصل مصر تنصمت. اقول لك ايه على السرعه اللي في مصر يا امي، الحياه بقت سريعه سريعه. طب تصدقي بالله الظلمه هناك الواحد ما بيشوفش ظلمه، والله ما بيشوف ظلمه، فجاه تلاقي الشمس تدخل تروح فاتحه الظلمه، بقى فيه جنان يا امي. ايدي كابوس اهي. وانت بقى عامل ايه؟ طمني. والله يعني مش ولا بد، ده انا جاي بصراحه ناوي ابيع القراطين اللي حيلتني واحتمال ارهن الجمل. تبيع ايه؟
ليه؟ خلصت كل الفلوس اللي معاك؟ خلصت الفلوس ايه؟ بقول لك الحقيقه سريعه سريعه، صدق بالله اني في مصر بفك ال 5 جنيه ما فيش 24 ساعه ليها 4 جنيه في جيبي، ده غير مصاريف الجواز. يا ايه؟ انت قاعده على راكب البطه. بطه ايه وزت ايه؟ تجوزت يا ولد؟ مش بقول لك الحياه سريعه في مصر يا امي، فجاه لقيت نفسي اتجوزت والله. ما ده يلا تكون خلاف، ما هي سريعه. لا يا امي مش للدرجه دي عيب. يا مريت بختك يا ام رمضان، تتجوز من ورايا؟ هم اهل مراتك يفرحوا اني لا؟ اهلها ايه دي مقطوعه من ساجره يا ضناهي. لا يبقى لازم اروح ليه؟ من بكره رجلي على رجلك. تروحي تروحي يا دينزل هتفطس البطه. يا اهلا يا امي، امسك يا بنت يلا على جوه. اهلا اهلا يا امي، اهلا دار نور. اهلا اهلا يا حلاوه يا حلاوه. بيت مين ده؟ دي مش بيت حد يا امي، دي ايجار جديد بياخدوه الناس اللي ما معاهمش زي حالاتي يعني. موظف بقى. اهلا يا امي. يا بنت تفاحه، امي جت تعالى عشان عايزه تمشي مستعجله. يا حلاوتك يا مصر. ازيك يا حاج؟ يا صلاه النبي يا صلاه النبي، تعالي يا اختي تعالي. هي ما فيهاش لحم ليه؟ اصلها بتحب السمك. سنيوره سنيوره، ربنا يخليكي يا حاجه. بس انا بقول يعني اني شفتك قبل كده. هتشوفيها فين يما؟ انت طول النهار في البلد. شبه حد اني شفته. زي مين يما؟ ايوه افتكرت، شبه البت المغنواتيه دي اللي اسمها نجلي. استغفر أيوة الله العظيم، بابنك المدرس الفاضل يتجوز الرأس والمسخره والحاجات ده هي يما؟ انا بقول شبه. ايوه شبهها ماشي. ايش جاب لجاب؟ دي عروستني جمالها رباني، لكن دكة قطعت وشها يقطع الخميره من البيت وتطلع في التلفزيون زي الشيطانه ورقصه. دي اراء، دي اراء. لا وغتتها. ايوه كل الناس تقول غتت، مكتوب عنها انها غتت. هنعمل ايه؟ دي اراء اراء اراء. درجات يا رمضان. معلش بس دي اراء، دي اراء، ما يمنش دعوحني. هنفضل في سيرتها السودا دهيا مش هناكل ولا ايه؟ بقول لك ايه يا عروسه، عايزاكي تاخدي بالك من رمضان. ازاي يا حاجه؟ ده سير رمضان في عينيا. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. اراء اراء. منوره يما. ما شاء الله يا ما شاء الله، ايه ده كله؟ اتفضلي يا حاجه اتفضلي، حاجه بسيطه مش قد المقام. اصلي سي رمضان النهارده الصبح بس قال لي ان حضرتك هتشرفينا. انت اللي عملتي كل ده؟ ومين اللي هياكل الاكل ده؟ بالهنا والشفا يا حاجه. عملت الاكل ده امتى وازاي؟ عملت ايه؟ ده دليفري طبعا. هات الفطوره. فطوره ايه بس دلوقتي يا رمضان؟ عظيم بيمين ابدا، اما جبت الفطوره لكم مطلقك ورميك في الشارع لكلاب السكك تنهش في عضمك. خلاص بعدين بعدين ماشي. الله الله الله، الله يكرمك يما. نفسك حلو في الاكل قوي. دي نفس الدليفري. لكن انت بقى غريبه سبحان الخلاق، فوله واتقسمت نصين انت والبت اللي اسمها نجلي. خلاص يما بقى كفايه نسينا الزفره دي، الهي تولع مطرح ما هي متنيله قاعده. اراء اراء. ما عليني، خليك انت يا رمضان. شوف الياكون بتاع المجاري جاي يصلح البكابورت. اعمل هنا والشفا يما. تقرفتي ولا ايه؟ اهلا 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 بعد الحبايب. اهلا 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 بالقمر اللي فات. يا قطه وحشتينا نورت ليالينا، يا قطه وحشتينا نورت ليالينا، وتلموا الحبايب. استاذ رمضان، استاذ رمضان ايه وغبت ايه؟ اسكت. شوفي بقى ست الكل، احنا مش هنمشي من هنا ولا نتعتع من هنا الا لما تنزلي معانا. ان شاء الله هتتعتع على نقالي. هتنزل فين؟ رمضان مين دول؟ لا يا امي دول قرايب العروسه جايين يباركولها. كل دول قرايبها؟ ايوه ولاد خالتها. طب مش تعرفني بيهم؟ مش معرفهم من الاول يما. ها؟ طب مش تقول لهم اني مين؟ لازم تقول لهم ان انا امك، ولا يعني مستعر مني؟ لا انا مش مستعر، ابقى مستعر ده انت امي حبيبتي. يا جماعه الست دي امي. الست دي امي، هي انا طول عمرها ما شالتش غير همي، وانا اخر صبرها. الست دي امي، الست دي امي، الست دي امي. خلاص خلاص بلاشي بلاشي. ست الحبايب يا حبيبه، يا اغلى من روحي ودمي، يا حنينه وطيبه. يا ولاد الايه؟
عندكم عيد ام وانا ما عنديش، عشان كده كل الحبايب متجمعه. حبايب ايه؟ حبايب ايه؟ انت عايز ايه يا شوقي؟ مفيش، جاي اهني ست الكل، دي الاخضرات نازله عليها تغف، دي الناس مش مصدقه ان هي جدعانه. شوقي ما تنتهش الفرص، امي ما تعرفش اي حاجه. لا ام رمضان ما تعرفش ان ابنها رمضان متجوز نجلاء الصبا اسطى. لا ما تعرفش يا غتيت، ما تعرفش، ولو عرفت هتتشل. يعني نجلاء اكيد نازله الشغل. تنزل المرة دي يا شوقي، تنزل بس استر عليا. خلاص سيبنا نرحب بقى بالمامو بتاعك. يا دلي يا دلي، حبينا حبينا حبيناك حبينا. يا شوها الجمال يا شوها الجمال، يخلف البشاعر. مين ده؟ ده الأستاذ أيمن الأطرش، ابن خالة العروسة من لبنان. لبنان؟ هم هناك مش كلهم بيض؟ ايوه بس بعد عنك يا امي، الراجل ده ساكن في الحته اللي قامت فيها الحرب. اتحرق يعني؟ ايوه والله الماما تيجي على لبنان تطلع الجبل تاكل فنتوش وتاكل كبانيه وتاكل حلموز متشكرين والله انتوا ناس اخر كرم، وان شاء الله النسب هيبقى خير ان شاء الله يا امه ان شاء الله. مراتك زي السكر وبتحبك، حطها جوه حباب عينيه. حاضر يا امه. ولا اهليه ناس طيبين وكمل، اوعى تزعلهم. لا ازعلهم يما، ده اسمه كلام. المهم انت توصلي بالف سلامه. على مهلك يا اسطى وانت ماشي، ها؟ ولو قابلتك لجنه في الطريق قول لهم انا معايا ام الاستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حموده، واكتب الاسم عشان انا عارف انه صعب شويه. الف سلامه يما. اقول لي يا رمضان، هم اهل مراتك كلهم رجاله كده؟ مفيش نسوان؟ ايوه يا امي بعد عنك، ما بيعيش لهمش نسوان خالص. الحمد لله يا رب يا رب يا ابني، يرزقك بالذريه الصالحه نت وبكورة. اللهم امين يا امي، وصلي بالسلامة ان شاء الله. خلي بالك من مراتك يا والد. عيلي انت بس يا امي، ربنا يسترها معايا. قلبي وربي راضيين عنك يا ضنايا. على السلامة يا امي. هو المدرس مدينا لما يدخل البيت ويتحط له الشاي والكيك هيبقى له كلمة على العيال بعد كده. كل ما تتكسفش، مد ايدك يا رمضان. رمضان؟ ما تحبكهاش بقى، خليك كول في اللذيذ. طيب، يقول قيس بن الملوح على لسان امير الشعراء احمد بيه شوقي. ابن ملوح ده مش كان البوي فريند بتاع ليلى؟ لا يا اخويا مش البوي فريند، اسمه كان بيحبها. ده اللي كنت عايز اسمعه يا اخي. ده انت في البيت حاجه وفي الكلاس حاجه تانية خالص. استغفر الله العظيم، خلينا في الدرس اللي احنا فيه لو سمحت. كم جئت ليلى بأسباب ملفقة ما كان أكثر أسبابي وعلاتي. قول وراي. كم جئت نجلة بأسباب. نجلة؟ نجلة من يا أخوي؟ سوري. اسمها ليلى. سوري. سنة واحدة يا أستاذ. أيوة يا شيري، أنا في الدرس مع أستاذ رمضان بن ملوح ده. سوري يا أستاذ، المعلومات دخلت بعضها وكده. Oi, listen, Sherry, you better come quick, seriously. This guy is gonna go crazy in a few minutes. But listen, just come now, yeah? Please, come now. Bye. إيه بكيك يا باشا؟ أجيب لك مكرونة فرن. عاملين مكرونة فرن حكاية النهاردة. يا عبدو! ملوش للزوم. لو سمحت شوف لي الدورة. الدورة؟ أيوه، دورة المية. It's a bit busy right now. Listen, my dad is. I think he's gonna occupy. يا ابني شوف لي الحمام بقول لك. It's a bit rude to raise. خلاص الحصة خلصت. You're in my house. الواد رمزي بيقول لك الأستاذ رمضان هيموت ويدخل الحمام. خليه خلص لك، كان بيعملوا فينا. الله العظيم يا رب. يا ابني شوف اللي في الحمام. الله 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 الله. عمري ما حصلت لي. يا رمزي اتصرف يا رمزي، عيب، انا عندي السكر. عندك السكر؟ ايوه. من امتى عندك السكر؟ من دلوقتي، جالي دلوقتي. عايز حاجه؟ يا ابني خلصت، حرام عليك. اصبر شويه يا استاذ رمضان. ليه يعني؟ معقول الوزير يكون في الحمام وحد يخبط عليه؟ يعني هو الوزير يدخل الحمام والشعب يعملها على روحه؟ بيبي. الله 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 الله. استاذ رمضان. الله 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 الله، ما ترجنيش انا على الاخر. عم الشباب كلهم والله العظيم. اهلا يا اخوي. ليك شقه حبيب؟ ليك شقه. البوس الكتير ده بيعجل بيه. رمزي ممكن اخش حمام؟ اه طبعا الشمال. حبيب قلبي شمال؟ ايه دي انا جاي الاول، ايه الاول شمال؟ اصبر رايح فين؟ يا رمزي عيب كده. يا ناس اهديت، مفيش خرابه هنا ولا هنا؟ يلا يا ابني يلا يا حبيبي.